الكتل السياسية والكتل الكونكريتية كلتاهما تتربعان على صدور العراقيين تطحنهم والناس نيام. هذا ما قاله الشاعر موفق حمد مجسر الأم اللي بالحلة تكلفته 16 مليار دينار. شاهد آخر على زمن الفساد، أعمدة وهياكل كونكريتية منصوبة بنص المدينة تشبه أعواد المشانق. لو كان هذا الجسر يحكي كان قللنا شنو الفائدة من وجوده بهذا المكان؟ وين راحت فلوسه؟ اش كم مرة نباع وانشرى بين المقاولين؟ وليش تم إيقاف العمل به بآخر 4 سنوات؟ 6 سنوات وما وصلت نسبة الإنجاز به إلى 40%، بينما أطول جسر بالعالم موجود بالصين طوله 165 كيلومتر تم إكماله خلال 4 سنوات. 6 سنوات وهو يسمع أنين المارة وشكاوى المتقاعدين. المضحك المبكي بهذا المشروع أنه تحول من جسر إلى مكان يعلق عليه رموز الفساد والمرشحين والنواب صورهم الانتخابية خلال موسم الانتخابات، وكأنهم فرسان من العصور الوسطى وصنع المعجزات. الحكومات تخطئ والعراقيون يدفعون الثمن.